برب وحبب في خلقه حبيب. الحمد لله الحمد لله الفلاحين كلها بتحبنا والناس كلها بتحبنا تسلم. والحمد لله بنخرج بدعوة امي وبدعوة ابويا والحمد لله كله بما يرضي الله والحمد لله ما بنغش اي حد في حاجة واللي يغش اي حد يتغش في صحته وربنا يكفينا شر الحرام ودوم علينا بالحلال. اللهم امين يا رب. حبيب قلبي عم اشرف وبمس على قناة الريف حياتي حبيب. وبمس على 27 محافظة وبمس عليك يا عم اشرف عشان انت من الناس المحترمين. تسلم. بما ان حضرتك فتحت الفيديو اتمنى من حضرتك انك تصلى على النبي محمد وتكتب في التعليق صلى الله عليه وسلم عشان انا وانت والكل يستفاد ببركة الصلاة على النبي محمد. مشاهدي ومتابعي قناة الريف حياتي من كل مكان في العالم اهلا ومرحبا بكم جميعا. طبعا تحية طيبة معطرة بذكر الرحمن الى اخواتي وحبايبي المغتربين من جميع انحاء دول العالم واسأل الله ان يردكم الى دياركم سالمين غانمين يا رب العالمين. النهاردة بقدم لحضراتكم عرضي الخام بعرض من احلى العروض من داخل قرية ميت مزاح محافظة الدقهلية عند المعلم محمد جلال. سلام عليكم يا معلم محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. كل ساعة حضرتك طيب. وانت بألف صحة وسلامة يا غالي. قبل اي كلام صلى على الحبيب. عليه افضل الصلاة. قلبك يطيب. قول لي رقم تليفونك الجميل. 010-15-60-2170 010-15-60-2170. جميل. طيب انا شايف النهارده معاك عرض مش مخلي من الحلاوه حاجه. معايا مفاجآت والله ومعايا وضايع من اخر مال. الا يحلاها الا يحلاها طبعا سعري. اكيد طبعا. جميل. انت معاك كله عشاير. اكيد طبعا. وهتسلم جساسه طبعا. هسلم جساسه بامر الله. طيب رقم واحد يا معلم محمد. رقم واحد ديت 7 بتشطف في الثامن وعرضنا ب 67000. اللهم صل على سيدنا النبي. شايفين العظم يا رجاله؟ شايفين الخشانه؟ شايفين الالتساع؟ شايفين الثمره؟ شايفين الجمال؟ مش مخليه من الحلاوه حاجه خالص. رزق اللي هيقني. وعاوز اقول لحضرتك حاجه، الجاموس يختلف عن البقر. الجاموس المناعه العاليه، المناعه العاليه، وتستحمل اعلى درجات الحراره وتعيش في اي محافظه من محافظات الصعيد. يعني قلبك زي الحديد. تشتغل في الجاموس ان شاء الله يبقى قلبك زي الحديد في اي محافظه من محافظات الصعيد اللي درجاتها في الحرارة عالية جدا. يا معلم محمد معلش عشان المتابعين بس ما تهوش مننا. انت حضرتك قلت دي عشرة كام؟ عشر 7 بتشطف في الثامن. عشر 7 وبتشطف في الثامن. جميل. وهسلم جساسة. جميل. السعر بقى يا غالي؟ 67000. 67000 صلى على الحبيب. 67000. اللهم صل على سيدنا النبي. عاوز اقول لحضرتك المعلم محمد جلال ما خلاش من الحلاوة حاجة خالص. ورزق اللي هيقني يا رجال. فاهم فلاحة بقى موجود. دي عجلة دمياطي، عجلة من مال الطيب، من الجاموس الدمياطي يا رجال. ربنا يبارك. شوف البضاعة للي غاوي واللي عاوز يقني. شوف فرش الضر والبضاعة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ديت هتجيبهم من الحالة الصورة. شوف اللهم صل على سيدنا النبي. شوف براحة الضر. شايفين الجمال يا رجالي. شوف البزاز ربنا يبارك. شوف الفتحة والعظم والأرضية والحلبات. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والله الأمارة بفلوس مش مخليها من حلاوة حاجة. الله أكبر. عنده من ده والله. كل اللي أنا طالبه من حضرتك تدعمني بصلاة سيدنا النبي. والله أنا بجيب المال الحلو اللي يرضي ربنا. النهاردة المعلم محمد جلال غطى على الجميع. كله بما يرضي الله. غطى على كل بحلاوته وبجماله وبأدبه. الله أكبر. ما خلاش من الحلاوة حاجة ولا من الجمال ولا من الطعام. بضاعة وسعر. الله اكبر. العشر كام يا معلم محمد ده؟ العشر 4 بتشطف في الخامس. العشر 4 وبتشطف في الخامس. جميل. عرضها لكم فجأة. عرضها لكم فجأة ب 66000. اللهم صل على سيدنا والله النبي. في اي حتة تانية ما انت جايبها ب 72000. اللهم صل على سيدنا الله النبي. الله اكبر. الله اكبر. مال من يرضي الرحمن. شايفين يا رجالة بسم الله ما شاء الله العظم. شايفين الجمال؟ والله دي هتبقى والدة ب 100000. بسم الله صل على الرسول بركة. قلبك يطيب. صلى الله عليه وسلم. صل على النبي. يعني ابو جلال بيقول لك بعد 5 شهور او 4 شهور القشاش ابو جلال ما بجيبش الا الحاجات النظيفه. 40000 زياده ان شاء الله. مركي جاموس بامر الله. الشهر جموز. الشهر بتاعها بيقعد ب 10000. حاسب عليها بعد الميلاد كمان. اللهم صل على سيدنا النبي. حاسب عليها بعد الميلاد. يعني بتشطف في الخامس يا معلم محمد. بتشطف في الخامس وبامر الله تطلع 5 بالسنه. هشهر لي لما 4 نضوف. تسلم. هتولد على وش الرب. تسلم. الله اكبر وربنا يبارك. ما خلاش من الحلاوه حاجه خالص يبارك. المعلم محمد ابو جلال هتولد في شهر 11. رزق اللي هيقني يا رجاله. رزق اللي هيقني. زي ما قلت لحضرتك انت خليك مطمن لان الجاموس المناعه العاليه تستحمل اعلى درجات الحراره وتعيش في اي محافظه من محافظات الصعيد. طبعا يا جماعه المناخ اتغير ووجه بحري درجات الحراره بتعدي ال 40. يعني هتشتغل في الجمسي تبقى انت مطمن ان شاء الله. عرض لكم المفاجاه دي بقى 10 10 8. جميل. بس وتشطب في التاسع. تمام. دخل دي يا محمد. دخل دي يا حمار. يلا
تمام. فرش 8 يابا وبتشطب في التاسع وفرش الضر ربنا يبارك يا معلم محمد ربنا يبارك يا شاش. اقدر اقول ديت انتظار ولادي؟ دي انتظار ولاده بامر الله. كمين؟ بامر الله 50 يوم تكون والد. 50 يوم؟ 50 يوم بامر الله تكون والد. اللهم صل على سيدنا النبي. بامر الله ديت هيبقى فيها اعلى معدل اللي بنشوف ده لحد الضر. يا معلم محمد شوف فرش الضر يا شاش. انت شوقتنا قوي حبيبي، شوقتنا وشوقت المتابعين حبيبي. والله انا بجيب انا من النور حبيبي والله، وبيني وبين اي حد اللي يرضي ربنا واسم ربنا اللي ما بذكره فيه تسلم. كله بفضل الله تسلم. ولا ندخل على بيتنا ربع جنيه حرام. الله يبارك لك. حلال كده المواصفات يبارك. الجميله الحلوه ديت، المواصفات الجميله اللي مش مخليها من حلاوه حاجه خالص. الاحمر الامريكي دي الله اكبر ديت هقدمك ب 71000 ونص. 71000 صلاه الحبيب ونص. اللهم صل على سيدنا النبي. عشان لكم 500 انتظار ولاده، يعني بعد ما تولد ان شاء الله. ده الضيافه اللي هيجوا تسلم. مواصلاتهم حبيبي ومواصلاتهم على حسابي كمان. يعني ان شاء الله تقعد عندك شهر 50 يوم. 50 يوم بامر الله، بامر الله المستقبل قدامها. بامر الله 50 يوم تكون والد. المستقبل قدامها يا رجال. بارك واحمل المال لاصحابك. تسلم. في اي حته ثانيه دي والله ما انت جايبها ب 75000. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال، ويبارك يا رب لصاحب النصيب. المعلم محمد جلال كان عرض 71.5. تسلم. انا كنت عارضها ب 71.5، بس انا شلت ال 500 كمان. تسلم. عمل واجب يا جماعه النهارده وعرضها ب 71000 صلاه على الحبيب. عاوز اقول لحضرتك على حاجه عشان تبقى انت مطمن برضك، وانت ما بتشتريش من السوق وشك ظهرك. انزل متعوا بقى واسحب له دي خطوه بقى. تعالوا اهو تعالوا. شايفين الجمال؟ واحد شايفين الجمال؟ والله دي من افتك مال اتخلق. والله دي بتاجر فيها كل سنه عشان تبقى انت مطمن. انزل السوق. والله بتاجر فيها كل سنه مره. تسلم. مفيش مين ده بضايع. الله والسوق محكمه على الجميع. وان شاء الله هتلاقي اصرف عينك لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اصرف عينك لما تصلي على النبي عند المعلم. والله وانا رافع ايدي في السماء دي بتاجر فيها كل سنه مره. تسلم. دي من عب دمياط من اقوى جاموس. اللهم صل على سيدنا النبي. يا جاموسه ما يكثرش عليها ما. شايفين الحلاوه والجمال والطعام دي اللي في عرض النهارده. تمام. دي اللي في عرض النهارده. الله اكبر. اللهم صل على سيدنا. شايف المشي؟ الله اكبر. شايف الطعام؟ الله اكبر. روح ربنا يفاديك. رزق اللي هيقلي. روح ربنا يفاديك. حابب اقول لحضرتك حاجه عشان تبقى انت مطمن ويبقى انت عارف انت بتشتري ازاي وبتدفع فلوسك فين. انزل السوق. انزل سوق بالقاس، انزل سوق المنصوره، انزل اي سوق يعجبك. وشوف الاسعار وانا بعد الناس. وشوف الاسعار لان السوق محكمه على الجميع. وان شاء الله هتلاقي المعلم محمد اقل من السوق. كام يا معلم محمد؟ والله بامر الله عامل اكازون النهارده اقل من السوق 5000. اللهم صل على سيدنا. والله ما هو كلام. وبشكر اسم الله وبشيل يمين ونعم بالله. عامل اكازون النهارده في كل حته ب 5000. باكد على حضرتك بقول لك انزل السوق وشوف الاسعار ماشيه ازاي، وانت تعرف اسعار المعلم محمد جلال النهارده يعني في متناول الجميع. بامر الله 50 يوم ان شاء الله هتلاقي خلف. 50 يوم ان شاء الله انتظر ان كان ذكر او نتايه. رزق اللي هيجي ان شاء الله. وبامر الله كمان 50 يوم اجي حاجه اللي ياخدها. كمان 50 يوم اكسبه 10000 واجي اخدها 81000. اللهم صل على سيدنا النبي. كمان 50 يوم يكسب منه 10000. بعد 50 يوم وانا مسؤول اجي اخدها 81000. تسلم. تسلم. البضاعه الحلوه ليه؟ تمام. شوف فرش الضر. شوف البضاعه. شوف البز. شايفين الحلاوه والجمال يا رجاله؟ ربنا يا رب يبارك لكل الناس. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال، ويبارك يا رب صاحب النصيب. والله بنشتري النسواء بنشتري كله من ايد فلاحين. كله فلاح يا معلم محمد. فلاح والله. جميل. بعون الله كله فلاح. 71000 صلاه على الحبيب يا رجال. من حب ربه حبب في خلقه. حبيب. الحمد لله الحمد لله الفلاحين كلها بتحبنا والناس كلها بتحبنا. تسلم. والحمد لله بنخرج بدعوه امي وبدعوه ابويا، والحمد لله كله بما يرضي الله، والحمد لله ما بنغش اي حد في حاجه، واللي يغش اي حد يتغش في صحته، وربنا يكفينا شر الحرام ودوم علينا بالحلال. اللهم امين يا رب. حبيب قلبي عم اشرف، وبمس على قناه الريف حياتي حبيب. وبمس على ال 27 محافظه، وبمس عليك يا عم اشرف عشان انت من الناس المحترمين. تسلم لي. ويا رب النبي يا رب دوم علينا بالحلال، واجعله عيد سعيد مبارك على الناس كلها. اللهم امين يا رب. والله كله بما يرضي الله، كله بما يرضي الله، كله بما يرضي الله. تسلم. في اخر العرض بقى رقم تليفونك الجميل 010-15-60-2170. ابو جلال عامل مفاجات النهارده. الشاش مصر بمس على ال 27 محافظه. عنوان عنواننا المنصوره الاهليه 100 مزاح، المانيا 100 مزاح. حبيبي شكرا لك يا معلم محمد. على 100 مزاح ومس على ال 27 محافظه ومس على كل راجل جدع. تسلم حبيبي. حبيبي شكرا حبيبي. لكم والى اللقاء حبيبي. في فيديو جديد من يوم جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا معلم محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.